اش كطلبي دابا انت يا حالي؟ انت تطالب الحقوق ديالي وحقوق بنتي. انا ضايعه، بنتي ضايعه، وشوف بنته سامح فيها، ما تصرف عليها ما والو، ما تسير عليها ما والو. كامه واش نصفوك ولا ما نصفوكش؟ لا باقي ما قاولي والو، هادوك ضيعوني وملي خرجيت ضيعوني. وبالنسبة للبنية الخبرة تبدأ بأنها بنت ولا لا؟ بنت. بنت الفقيه؟ ودابا حاليا انت كيفاش كتعيشي دابا حاليا؟ في هذه الحالة يعني مازال القضاء ما نصفك وانت كتعيشي في واحد يعني بواحد العائلة كما شفنا بأنها عائلة فقيرة ومحتاجة، كيفاش كتعيشي دابا انت يا حاليا؟ كنعيش في محفلة، كنعيش في كرفصة، كنعيش الهضرة. شكون الهضرة؟ هضرة الناس وهضرة الوالدين وهضرة. علاش الوالدين ما كيتعاطفوش معاك؟ زعما شي حاجه مشيه هذه خاصك يعني. وانتيا واش كتعطى واش كتحسي بشي ذنب انتيا مع نفسك؟ اشنو الذنب اللي كتحسي بيه انتيا؟ كنحس بمشيه هذه هذه ملي وقع لي هذا الشيء ومعاه وداك الشيء، وانا كنحس مشيه هذيك في الدار ديالي. علاش؟ كنحس مشكال مدخره، لا بنت ما تسيرش عليها ما تنحس براسي انا ضعيفه، هما عندهم فلوس فوق مني. ولكن زعما الوقوف ديال الجمعيات الحقوقيه وهذا واش ما كيخفف شويه عليك من الالام؟ تيخفف عليا. مشيتي للقنيطره ربما مؤخرا؟ مشيت للقنيطره وهدرت تنطالب بالحقوق ديالي كله. درت مع جمعية حقوق المغرب. دخلت عاد وكيل العام. القاضي التحقيق. وشنو قال لك؟ قال لي شكون قال لك هما جاو؟ جاو هما على حقنا، ما لهمش على حقي انا ضايعة انا وبنتي. قال لي ما ضايعة والو. قلت له ضايعة، قلت له تينا، قلت له وكيل العام حبس علينا فلوس. عطينا فلوس هما تيقولوها على عبد العزيز الصادق، تقول للناس فيما مشى في القهاوي تيجمع تقول لهم انا عاطيهم فلوس بيبان دقنيطره كلشي مزدود بالفلوس. ملي خرجوا من السجن جاو من الحبس خرجوا لهنايا، جاو لقاو الغياطه ولقاو الطبال والفراجه والمعيور، تعيروا با تعيروني انا، تعيروا عائلتي كل. وفاش خدام الشريف انت؟ خدام مع معاش. خدموا معاشين وصافي. اذا انت الوالد ديال لبنى. اي انا هو. واش لبنى هي الكبيره عندك؟ لا. لا لبنى هي الوسيله. بارك الله. وهاد البنيه دابا الحاج هاد البنيه آية كيفاش كتشوف فيها؟ عزيزه عليك كتبغيها؟ عندي مكثره من قلبي. ياك. ايوا واش عين بان طمع الدنيا. ما عندنا ما تخافوش يا سيدي خو من تبع عاسي وهالناس غنموا علينا. ضيعة والقضاء المحكمة ما عندنا شي حقنا. قضى علينا رشوة. قضى علينا رشوة مشينا الغسيلي حقكم على القبض وقلنا له فين هو الحق. ومن تجوز التحالي. هذه خمسة شهور والدواء نبذل. وحنا وحنا هنا تنتقطعوا في الارض ديالنا، والناس تيقولوا الناس والله لا تدوير ولا صبر. ودابا نظرا للدوله للمخزن الله يزيد يبارك في سيدنا، الله يزيد
ينصر فينا الله ينصر فينا الله ينصر فينا. انت يا سيدي انت يا سيدي تطلب حقه حقه وصافي تطلب حقه قضى حقنا من عند الله تنطلبوه وحبيبتي يعطينا حقنا وما علينا